خبز الميفا، السمن والرضيفة. أوه في عوايد كثيرة، بس العادة اللي أنا أحبها كثير وأفتقدها الآن هو توزيع الأكل في رمضان. يعني أروح للجيران أعطيهم جزء من فطوري، هم يرسلون لي زي كذا. في الطبخ أمي أكيد، أكلة ما هي سعودية، مصقعة أحب أستمتع وأنا أسويها. هو الجوع يغير مودي. يعني إذا كنت جعانة مرة ولقيت أكل قدامي مرة، يعني أي أكل بستمتع فيه. الطبخة اللي جبت فيها العيد وما زلت أجيب فيها العيد هي المشغوسة، ما عرفت أضبطها. إن شاء الله يكون نفسي حلو في الأكل.